خفت من السجن يا أستاذ إبراهيم؟ قلقت من السجن، أنا ما خفتش، قلقت طبعا. ومن الذي لا يقلق من السجن؟ ومن يريد السجن أصلا إلا أحمق. لكن في المحصلة طبعا قلقت كما أي شخص عادي. يعني أنا ممكن أهمسك بشيء يثير الرأي العام وهو همس. طب اهمس لي في حاجة. لا يعني أقصد أنه مهما كانت الأفكار بتتقال سواء بصوت قوي وجهوري أو بصوت خفيض، عشان كده أنا ما قلتش صوت وقلت لهجة. لهجة إذا كانت يعني زي صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صحيح أستاذ إبراهيم عيسى، صباح الخير. لا أفيق يا العالم. تعرف صلاح عبد الصبور في قصته الشهيرة في مسرحية ليلى والمجنون، يا أهل مدينتنا هذا قولي، انفجروا أو موتوا، رعب أكبر من هذا سوف يجيء. اتكلم الدكتور أسامة الأزهري وهو يعني رجل متزن في تصريحاته، قال إنه زي ما في متطرفين في الدين في متطرفين في الاتجاه المضاد. هل إبراهيم عيسى قد يكون متطرف في التجديد أو في الرغبة في التنوير؟ أنا مش هو في مش فاهم يعني إيه تنوير متطرف. يعني إيه تنوير متطرف؟ يعني رغبة حضرتك هي اللي متطرفة فبتؤدي مثلاً لصوت عالي وصخب. أستاذة منى، لأرد بسؤال، هل هناك وسط بين الحق والباطل؟ يعني أنا لا أنظر وأحدق في السقف ثم أطلق فكرة دينية. من بقى إبراهيم عيسى المفكر لإبراهيم عيسى السيناريست؟ إبراهيم عيسى بيقيم نفسه ككاتب سيناريو إزاي؟ شايف السيناريوهات اللي بيكتبها فنياً إزاي؟ يعني برضو تقييم الإنسان لإبداعه ولكتابته ده مسألة يعني صعبة للغاية، مش دوره. طب حضرتك بتقيم يعني سيناريوهات حضرتك بتقيم بأنها مباشرة شوية، مفتقدة الدراما شوية، أقرب إلى مقال صحفي مباشر جدا؟ يعني إذا قدام ما ظنيش أنه تقييم عام، بعض الناس رأيها كده طبعا، احترم رأيها. وصل لحضرتك الرأي ده؟ طبعا وصل، وأنا يعني لم أعتبر له أي قيمة ولا أي أهمية. يعني مع احترامي له طبعا واحترامي اللي بيقول الكلام ده، مفيش شك يعني، لأنه أنا أظن في نفسي أنني أعرف من السينما وفي السينما أكثر من كثيرين يعتقدون أنهم يعرفونها. اللي أنا بكتبه وبشتغله في سيناريوهاتي سواء في السينما أو في الدراما التلفزيونية هو مدرسة ومنهج في الكتابة. الكتابات متنوعة ومتعددة والمدارس كتيرة، زي ما في أفلام كوميدية وفي أفلام أكشن وفي أفلام درامية، القوالب كتيرة، في أنواع في الكتاب طبعاً. يعني أقول أوي حضرتك مثلا الأستاذ محمود أبو زيد. الأستاذ محمود أبو زيد سيناريست عظيم جدا، صاحب الثلاثية الشهيرة أو الرباعية لو ضميت البيضة والحجر، اللي هي العار وجري الوحوش والكيف وستوم، وتلاقي عند الأستاذ محمود أبو زيد حالة مدهشة في العالم ولغة وشخصيات، تشعري على طول ده عالم محمود أبو زيد. لما تروحي لأستاذنا العظيم وحيد حامد تلاقي عنده عالم كل من أول طائر الليل الحزين في بصمة وفي إهم، يعني هم الحرية عند الأستاذ وحيد حامد موجود في كل أعماله، موجود في أغلب شغله، التصادم ما بين التطرف والمدنية هتلاقي كل هتلاقي ده موجود في كل شغله. بقول لحضرتك من طائر الليل الحزين والغول وحتى الأعمال بقى طيور الظلام على اللعب مع الكبار، كل الأعمال هتلاقي ده موجود، وهتلاقي عنده لغة خاصة بيه حتى في أفلام رومانسية. طب كون حضرتك مشاهد جيد وذواق، ده يؤهل لكتابة سيناريو على هذا المستوى إطلاق. ولا ممكن يبقى مفيد جداً إنه نذاكر كتابة سيناريو؟ إبراهيم عيسى ممكن يذاكر كتابة أنا سيناريو؟ أنا مذاكر كتابة سيناريو. ممكن أنا تدرس كتابة أنا سيناريو؟ أنا اعتبرت نفسي أعلى وأكبر بحماقة شديدة، يعني من أن أنا أكمل في معهد النقد الفني اللي درست فيه سنة أو أقل، وكان مدرس لنا يميها بقى دكتورة نهاد صليحة وأساتذة عمالقة يعني، واعتبرت أنه المواد دي كلها أنا بقراها وعارفها، وبقابل مدرسيني أساساً على القهوة بالليل، ويعني احنا اصحاب فيعني الموضوع مش